أهلا وسهلا فيكم. أنا اسمي فادي بيتار وأنا رئيس مركز قلب الأطفال في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأنا من الفانس تعول أبو وديع. هيدا اليوم يوم مميز وخاص في تاريخ هذا المركز، مركز قلب الأطفال بالجامعة الأمريكية في بيروت. لدينا اليوم زائر مميز، ملك وأسطورة، شخص أدخل السعادة والفرح لعشرات الملايين من الناس في العالم العربي وفي العالم كله، شخص معطاء، فنان، أسطورة. أنا حبينا نجمع الثلاث شغلات بهالقعدة وبهالكونفرنس هيدا. حبينا نجمع التكنولوجيا اللي هي اليوتيوب السوشيال ميديا بشكل عام، حبينا نجمع الغنية، حبينا نجمع عمل خير لنداوي قلوب الأطفال الحلوين. نحن بحب أقول هلا بهالوقت هيدا عم نطلق أغنية حال الجريح على اليوتيوب بهالوقت هيدا، بحب نوع على هالشي. يا رب تاخد هيك رواج حلو مع حبايبي، مصورة فيديو حلوة واشترتني هالمايا الحلوة هيدي حبيبة قلبي مايا عقيد. بوضح أكتر نحنا أنا قررت إنه كل شيء بيطلع من اليوتيوب كل السوشيال ميديا هيدي رايح بيرجع للجمعية Gift of Life، وهيدا أنا ما عندي فيها، أنا سفيرة وشرف لإلي هيدا، وهيدا عمل أنا برفع راسي فيه وقلبي بيفرح قدام ربنا وقدام الناس اللي بتحبه الخير. من أول ما بلشنا Gift of Life بلبنان من 3 سنين وصرنا عاملين أكثر من 200 عملية قلب للأطفال ومساعدين أكثر من 2000 طفل بالمناطق النائية. وقف معنا من أول الطريق. يعني نحن ما بدنا نفخم بعضنا ونشكر بعضنا. لا ما بنقدر نتشكرك كفاية على هذا الموضوع. شكرا. غنية فرع أنت تقولي فرع. رح تشفي عدة قلوب. هذا حديث بيطلع من قلب هذا طبعا، لأنه أنا عايش فيه هالشي. بقى بشكركم جميع، إن شاء الله يا رب يكون أنا عملت شيء شعرة للأطفال الحلوين. يا عمو يا نور الله يطول بعمرك.